دلوقتي هنشوف لعبة سحرية من الساحر العجيب نبيل بركات. هنشوف مع بعض ونركز ونشوف.
هنشوف ايه اللي هيتم. انت ماسك ايه دلوقتي في ايديك؟ ولكن تعرف تقول معايا هاكسي فاكسي بلالاكسي؟ هاكسي فاكسي بلالاكسي. لا تاني وركز معايا وعينك على عيني. هاكسي فاكسي بلالاكسي. طيب نركز مع بعض بقى ونشوف ان الحبل اللي كان في ايديا اتحول الى عالم غير منظور الينا، وده حبل مختلف خالص عن اللي كان في ايديا. هنشوف مع بعض. افتح الحبل. لا ده تأثير السحر عليه، ما نخافش كلنا. الحبل اختفى من العقد، العقد راحت والى عالم غير منظور الينا. هنشوف مع بعض الجديد والجديد دايما، ونكمل مع بعض عالم غريب، عالم عجيب، عالم السحر والخيال. هنشوف مع بعض. وشكرا للاخ ابو علي، وشكرا لاهل الوادي الفلان. نشوف مع بعض ونكمل. الفكرة اللي جاية محتاجة حد يشترك معانا فيها. تعالى. الفكرة اللي جاية محتاجة تركيز جامد. الجماعة اللي هناك ورا يفتح عينينا جامد. ها؟ يقول صباح الخير ولا مساء الخير؟ يا عارف ايش؟ اسم حضرتك ايه؟ وائل. معايا وانا معايا كورتين. لا نسمع بقى علشان نعرف احنا بنقول ايه. ها؟ الفكرة اللي جاية معايا كورتين، كورة كبيرة وكورة صغيرة. نفتح عينينا جامد ونركز جامد ونشوف مع بعض عالم عجيب، عالم بينقل الأشياء من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. نفتح عينينا جامد ونشوف ايه اللي هيتم. أنا معايا كورتين، كورة كبيرة وكورة صغيرة. المطلوب منك إنك تختار الكورة الكبيرة ولا الكورة الصغيرة يا وائل. الكورة الكبيرة. وائل طماع. ها؟ الكرة الكبيرة هنحطها في ايدين وائل ونشوف مع بعض ايه اللي هيتم. اعمل ايديك كده وائل. الكرة الصغيرة هحطها في ايديا هنا ونركز مع بعض ونشوف ونفتح عينينا جامد. انت معاك انهي كورة وانا معايا انهي كورة؟ معايا كبيرة. وانا معايا انهي؟ صغيرة. طب ركز معايا وقول هكسي فاكسي بلا لكسي. يلا بالراحة كده معايا وركز. ها دي طرف الاتصال بيننا وبين العالم الاخر، عالم السحر والخيال. نقول مع بعض هكسي من اليمين للشمال اهو. النهارده بقى الديفولت. افتح ايديك بالراحه يا وائل ووري الناس ايه اللي تم. شكرا. وبكده بكمل باقي عالم السحر والخيال، ونشوف مع بعض الجديد دايما والغريب. هنشوف مع بعض باقي فقرات البرنامج. الفقره اللي جايه محتاجه مننا ان احنا نفتح عينينا جامد ونركز جامد ونشوف مع بعض ايه اللي هيتم في العالم العجيب دوت. كوباية وإزازة وماسورتين فاضيين، ونشوف مع بعض إيه اللي هيتم. ماشي؟ كلنا شايفين مع بعض. ها حلو كويس كده. شفنا كتير؟ شفنا كفاية ولا لأ؟ فوق شوية مع النجوم. ها تحت شوية كده. طب نكمل مع بعض ونشوف ايه اللي هيتم. دلوقتي معانا كوباية على اليمين وازازة على الشمال. نشوف اللي هيتم دلوقتي. كلنا نركز مع بعض. احنا قلنا الازازة فين؟ هنا ولا هنا؟ الناحية دي. فين يا جماعة؟ الناحية دي. هنا.
هنا ولا هنا؟ لا انا عايز بقى ترسلكوا على قاره. لو نشوف مع بعض هنا مش موجوده. ها يبقى هنا اكيد. لا هو ممكن تكون هنا واحيانا تكون هنا. عالم عجيب بينقل الاشياء. مين اليمين للشمال ومين الشمال لليمين؟ اهو اهو قصادكم اهو. ايه رايكم في العالم العجيب العالم الغريب؟ ها ايه يعني اذا كنتوا مش مبسوطين ما تسقفوش، اذا مش مبسوطين ما تسقفوش. الفقره اللي جايه محتاجه عملة ورقية، مش مهم القيمة المادية لها، لكن المهم نشوف مع بعض أنا كساحر هعمل بيها إيه؟ مطلوب عملة ورقية، مش مهم القيمة المادية لها، ونشوف مع بعض المهم أنا كساحر هعمل بيها إيه؟ يعني الجماعة القريبين أسهل يعني ها؟ طب ماشي، اعرف رقمها لو سمحت كويس. عرفت رقمها؟ دلوقتي نركز مع بعض في الفقرة اللي جاية. أنا ببعت الفلوس دي بالبريد الخاص بتاعي. البريد الخاص بتاعي عالم عجيب عالم غريب، بينقل الأشياء برضه بس بطريقة خاصة. نشوف مع بعض الطريقة الخاصة بتاعت الساحر نبيل بركات النهاردة وليكم. نشوف مع بعض. هحط الفلوس دي جواه علشان نحولها الى العالم الغير منظور الينا. نشوف مع بعض. معانا كيس اسود فاضي.
دي زيادة تأكيد الأخ عيد بيحط ايديه جوه الكيس. جوه الكيس في حاجة يا أخ عيد؟ حط ايديه جوه. في حاجة؟ مفيش حاجة. زعق شوية، في حاجة؟ مفيش حاجة. طيب ادفع لي ده ايديك كده شوية. ده ايه؟ معلقة. وده ايه؟ كوباية. دي كوباية ودي معلقة زي ما الأخ عيد سماهم. ده تأثير السحر. نشوف مع بعض وما نستعجبش. لحظة واحدة هدوء شوية ونركز مع بعض ونشوف مع بعض اللي بعده. نص ال 14 كام؟ 7:30. نص ال 14 7:30 رياضة حديثة، صح؟ معلش يا جماعة، نركز مع بعض ونشوف مع بعض تأثير السحر على الأخ عيد. حط ايديك جوه الكيس مرة تانية وتأكد. واشي مفيش حاجة. زي ما قلنا بالمعلقة وزي ما قلنا إن دي كوباية، بتقلب الإيه؟ السكر جوه الكوباية. يلا قلب بالمعلقة معايا. يسمع الكلام. خلي. الفلوس بتاعتك دخلت جوه الكيس دلوقتي من العالم الغير منظور إلينا. حط إيديك هتلاقي الفلوس موجودة. نفس الفلوس نفس الأرقام ولكن أتت من عالم غير منظور إلينا. الفقرة اللي جاية محتاجة تركيز جامد، هدوء جامد أكتر من كده. الفقرة اللي جاية عايزين مع بعض نفتح عينينا جامد، نركز جامد بعينينا ونشوف مع بعض إيه اللي هيتم في العالم العجيب العالم الغريب. حضرات السادة، تعالوا نشوف مع بعض. الفقرة اللي جاية محتاجة حضرات السادة زي ما قلنا هدوء جامد، تركيز جامد، ونشوف مع بعض عالم عجيب، عالم غريب، عالم بينقل راس المدام دي من عالم منظور إلينا إلى عالم غير منظور إلينا. هنشوف مع بعض الفقرة دي، واللي ما شافهاش واللي شافها، اللي شافها يحكي للي ما شافهاش، واللي ما شافهاش نتمنى له اللي يشوفها قريب. نشوف مع بعض الفقرة دي. دلوقتي معانا صندوق فاضي وهنتأكد كلنا انه فاضي. كلنا نتأكد انه هو فاضي. اللي شايف فيه حاجة يقول. نشوف مع بعض المفاجأة وما نقولش لحد، ماشي؟ نركز مع بعض.
نشوف مع بعض. هدوء لو سمحت. شافشي ها النهارده يشوف بكره ويختار المكان المناسب. ها معلش اقدر اقول لكم ان راس الانسه اللي معايا اتت من عالم غير منظور الينا دلوقتي حالا. شوف مع بعض راس طبيعية 100% ولكن أتت من عالم غير منظور إلينا. بكده حضرات السادة كل سنة وانتم طيبين ونشوفكم دايما بخير وإلى اللقاء مع عالم السحر والخيال دائما الجديد لكم ضيوفنا الأعزاء. شكرا.